خلينا نشوف مع حضراتكم خبر تاني. طبعا احنا عارفين ان النقابة العامة المهندسين فيها أزمة، الأزمة دي ما بين المرشحين اللي فيها علشان الانتخابات بتاعة النقابة اللي مفروض ان هي تحصل الفترة الجاية اللي هتبقى مفروض أيام 4 و5 أبريل. اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات برئاسة المهندس حسين حسني طبعا بسبب ان ما فيش مقار انتخابية كتير بسبب قلتها في القاهرة والمحافظات، وايضا في ظل ارتفاع اعداد المهندسين اللي بيتجاوز عددهم 500 ألف مهندس. الازمة في ايه؟ الازمة في تخصيص اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات برئاسة المهندس حسين حسني مقرا انتخابيا واحد في كل محافظة، وده طبعا بيعني تكدس الناخبين قدام اللجان وعدم قدرتهم ان هم يصوتوا بشكل ممكن عن طريقه الجميع يعني يشاركوا في الانتخابات. ده في الوقت اللي قال مصدر مسؤول بوزارة الري ان الدكتور محمد عبد المطلب وزير الري والموارد المائية طلب القوائم الانتخابية للمهندس طارق النبراوي اللي هو مرشح تيار الاستقلال على منصب النقيب للكشف عن المنتمين للإخوان داخل القوائم الانتخابية، وده بناء على شكاوي عديدة من بعض المرشحين بأن النبراوي بيسعى لضم إخوان للقوائم بتاعته. ده الخبر اللي عندنا واللي نقلاه عدد من المواقع الإخبارية. طيب احنا العموم هنعرف يعني تفاصيل أكتر لأن احنا معانا دلوقتي المهندس طارق النبراوي مرشح تيار الاستقلال على منصب نقيب المهندسين. أستاذ طارق صباح الخير. أهلا صباح الخير يا أستاذ، ازيك؟ يعني باشمهندس طارق، ايه حقيقة ان حضرتك بتحاول ضم اخوان لقائمة حضرتك ولا دي ألعاب انتخابية باشمهندس طارق؟ لا حضرتك، هذه ده كلام بعض الناس اللي هم بيتخيلوا ان المهندسين والشعب المصري مغيب عن الحقيقة. تيار الاستقلال، وانا بتشرف ان انا بنتمي له، كان هو التيار الوحيد اللي تحدى الاخوان علانية في انتخابات 2011 ونزل ضدهم في الوقت اللي كانت البلد كلها بما فيها كل اللي بيقولوا هذه الاشاعات بيشتغلوا مع الاخوان. والنهارده احنا طرحين مبادره وبنعمل مع مجموعه من الزملاء المهندسين من اجل ان نكون على قائمه وطنيه واحده لها شرط وحيد، ألا يكون ضمنها أيا من الإخوان أو من دعم الإخوان. هؤلاء الزملاء اللي بيتحدثوا النهاردة لا يعلموا أن تيار الاستقلال وباقي التجمعات الشبابية المخلصة والوطنية هي اللي استطاعت أن تقف ضد المجلس الإخواني السابق الذي ضم نقابة وأهدر إمكانياتها المادية وأهدر سمعة النقابة. احنا مع زملائنا الاعزاء والشباب قبلينا وقفنا في الجمعيه العموميه ودعينا اليها وقاتلنا حتى تعقد، وكان لنا بفضل الله اولا واخيرا ان احنا استطعنا ان ننهي هذه الفتره. هذه الادعاءات انا باخدها بشكل انها ادعاءات كوميديه من بعض الزملاء اللي بيحاولوا ان هم يعني في المعركه الانتخابيه يقولوا كلام لطيف مضحك قدام الناس. يعني المهندسين يعلموا من هم الذين كشفوا الاخوان ومن هم تعاونوا معهم وعملوا معهم، وانا بؤكد لحضرتك قوائمنا لن يكون فيها واحد دعم وسنكشف كل الاخوان وكل السيارات اللي بتشتغل معاهم وبتتعامل معاهم. مصر النهارده بحاجه الى موقف واضح وصريح ضد هذه الجماعه، ولن نسمح ان هذه الجماعه باي اساليب ان تعود مره اخرى الى النقابات المهنيه وعلى راسها نقابه المهندسين. طيب باشمهندس طارق النبراوي بشكر حضرتك جدا على توضيح هذا الامر.